السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل نمذجة لمبنى زي دوت. لو احنا بصينا في الصور دي ممكن مثلا نعملها بالشكل دوت ماس، وبعد كده نبدأ نعمل الحوايط. تمام، طبعا بنبدأ نشوف المبنى من جميع الجهات عشان نتخيل الاوبننج والفتحات وايه اللي هيترسم الاول وهكذا. تمام، يعني دي مثلا هي بتسهل عليك التخيل الشكل هيبقى عامل ازاي. طيب خلينا ندخل على الريفت هوت واقول له نيو، واقول له ان عايز اعمل من اركتكتشر تمبليت. اوكي، طيب دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي هقول له ان انا عايز اظبط اليونت اول حاجه بالمليمتر. اوكي، وبعد كده هاجي هنا في الاليفيشن. انا ما اعرفش اي ابعاد خالص، فلذلك احنا اكتر من مره هنعدل 3500. ممكن نرسم حاجه ونفاجئ ان لا، محتاجه تظبيط لان ما عندناش ارقام ثابته، وده اللي انا عايزه، بحيث ان انت لو شفت اي مبنى وما عندكش الاوتوكاد بتاعه تقدر تتخيل شكل المبنى يبقى عامل ازاي. خلينا نروح هنا ليفل 1 واحاول ارسم ريفرنس بلان يساعدني اهوت، واقول له جي اهوت، وهقول له ان انا عايز اروح لمسج ان سايت، واقول له انا عايز امبليس ماس. اوكي، واقول له انا عايز ارسم موديل، واقول له ان انا عايز ارسمه على الجي، فيقول لي ما ينفعش في البلان، لازم لا اما نورث لا اما ساوث، فانا اخترت الساوث اهوت. وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم اهوت، خلي دي مثلا 5 متر مثلا، وبعد كده هنزل كده اهوت وهمشي مسافة مثلا اقول مثلا 10 متر، وبعد كده هطلع لحد الارتفاع دوت وارسم فيه ميل بالشكل دوت. اعتقد ده اقرب للمبنى. طبعا في بروز هنا وفي بروز هنا، هنحاول ان شاء الله نرسمهم. طيب هقول له دلوقتي اعمل سيلكت على كل دوت، واقول له كرييت فورم، ونبدا نشوفه هرسمه كام متر. ممكن يبانوا هنا معايا لو قلت له دي اي من هنا لهنا، رسمه 5 متر. طيب ممكن نزود، لو حابين نزود نعمل ايه؟ تعمل سيلكت على واجهه من الواجهات وتبدا تسحبها. طيب خلينا دلوقتي ارسم حيطه، هقول له فينيش ماس، واقول له اركتكتشر، واقول له انا عايز وول اركتكتشر، وابدا اختار الوول اللي انا عايزه، وهقول له اعمل لي سيلكت على الوول ده، ارسم الحيطه دي وارسم الحيطه دي. وبعد كده هروح للروف واقول له باي فيس، واقول له ارسم لي دي ودي ودي كريت فور. طيب هو لسه ما عملش اللي تحت دي، خليته يعملها. طيب هنلاحظ ان في بروز هنا هنحاول ان احنا نطرحه من الشغل بتاعنا، فانا لازم اروح لارتكشر كومبوننت موديل ان بليس واختار الروف. اول فويد سويب، واقول له بيج باس، واقول له خد الباس دوت، واقول له انا عايز اعمل اديت للبروفايل، واقول له انا عايزها من الفرونت كده، من هنا لهنا لهنا لهنا. واقول له اوكي، وبعد كده هقول له اطرح قط الكبير، نطرح منه الصغير، ونفس الكلام ده هعمله الناحية التانية. روف ممكن الاتنين تعملهم في نفس الحاجة يعني. اوكي، وقول له انا عايز اعمل سويب. اوكي، وبعد كده edit profile، وبعد كده هقول له واقول له انا عايز اعمل قط. ولو انت عايز تعمل تحت برضو تقدر تعملها. طيب خلينا نتخيل في ليفل 1
نبص على الصورة، في هنا حيطة زجاجية وبعد كده حيطة تانية، وبعد كده تدخل جوه وبعد كده باب وبعد كده ترجع وبعد كده تكمل. طيب ممكن اقول له انا عايز ارسم ارتكشر وول، اختار هنا الكرتين وول، هسيب مسافة مثلا يعني تقريبا متر كده، وبعد كده اقول له انا عايز وول عادية اهي، طبعا هي معمولة 6 متر فأكتر، فهنضطر ان احنا ندخل نعدلها تاني. تعال نشوف ال 3D، طبعا دي هتبقى حيطة ازاز، تمام. كل دول هيبقى المفروض ان هما بيترسموا، خلينا نلغي دي ونلغي دي. طيب خلينا دي ودي الحوايط ديت، كل دول لحد ليفل 2. تعال نبص كده في الصورة. طيب هنرسم بعد كده دي، هنخليها تطلع بعد كده مش مشكلة. طيب خلينا نرسم بس الحيطة الأساسية. طيب هنا هقول له إن أنا عايز أعمل لها خلي دي تنزل لحد هنا، وبعد كده أدب بروفايل ألاين أوكي، دي برضو هننزل لحد هنا، تمام. وسهل إن احنا نعدل ديت، تمام. اعتقد ده، انا بص كده اعتقد المفروض نديها مسافة اكبر، تمام. ودي المفروض انها مغطياها، فنقدر نعدل في الماس او نعدل في الفلور. يعني ممكن امسك الماس اعدلها وهو اوتوماتيك هيظهر قدامك ابديت تو فيس لو انت عدلت الماس. طيب خلينا نيجي هنا ونقول له احنا عايزينها كيرتن وول من غير حاجه خالص، ديليت جريد، ونرسم احنا بقى الجريد ده على مزاجنا. ممكن تقول له انا عايز ارسم كيرتن جريد مثلا اهو، مثلا فوق شوية تمام. ونيجي نعمل سيلكت على دوت ونحط باب، هل في هنا باب؟ لا اعتقد ما بيظهرش في التمبليت. طيب ممكن احنا نحمل باب، نقول له احنا عايزين من insert load family، ونيجي هنا واقول له دور، ممكن نختار مثلا باب زي دوت اوكي. لو عملنا سيلكت بالتاب على الجزء دوت واخترنا باب هيتحول معانا الشكل دوت. طيب ممكن نختار دوت ونقول له ميلينيوم، واقول له اول جريد لاين، عاملهم لكله. طيب خلينا نظهرهم بشكل شديد عشان نبدأ نشوف. طيب هنا عايز اخليه يقول له الحيط الابيض، فخلينا نشوف. طيب ممكن نختارهم كلهم ونحولهم، وبعد كده نبدأ نغير الماتيريال مش مشكلة اهوت. تمام بالشكل دوت. طيب لو احنا عايزين نعمل العلامات ديت، فممكن نيجي من هنا من وول، ولما تختار سويب او ريفيل. سويب هيعمل لك بروز هنا، ريفيل هيطرح. طيب خلينا نشوف شو هو عملها ازاي، وتقدر تحدد مثلا حاجات بالشكل دوت، تمام، على اساس انها هتكمل. طبعا لو انت مش عايز تكمل خلاص. انا شايف ان الحجم بتاعها كبير، ممكن نقول له edit وندخل هنا نشوف ايه الاشكال اللي موجودة.
تمام، ممكن تلاقي حاجة بالشكل دوت. ممكن نقول له ريفيل بالشكل دوت، فيرتيكال لو انت عايز حاجة بالشكل دوت. تمام، ممكن لو انت عايزها النص ديت هتعملها بالشكل دوت اهي، وتقول له انا عايز واحدة تانية ريفيل، وهنختار دوت وهننزل بيه كده. طيب الحيطة دي عايزين نعمل لها edit profile، وهقول له align من هنا لهنا. او نعمل لها edit ونعدل فيها لحد ما نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. طيب لو جينا بصينا في الصورة هنلاقي ان في بروز هنا وفي بروز هنا. طيب فخلينا نرجع للريفت واقول له انا عايز اشوفها من التوب مثلا، وابدا اعمل سيلكت عشان امسك الماس اهوت، واقول له ان انا عايز اعمل اديت ان بليس للماس ديت. ده الخط، ده النقطة. ممكن اخرج بالنقطة دي شوية كده. طيب ما دمنا حركنا النقطة ممكن نمسك الخط كده ونحركه لحد ما نوصل للجزئية ديت. ممكن نرجعها شوية كده كمان اهو، وبعد كده هاجي بقى على الجزء دوت اللي فوق واقول له ان انا عايز احركه بحيث يبقى كده مثلا. واقول له فينش، وبعد كده همسك الروف دوت واقول له ابديت. تمام، فالاثنين اتحركوا بالشكل ده. بس اعتقد ان ده الروف ده المفروض كان يرجع كده شويه. طيب لو جينا بقى نرجع للصور هتلاقي ان في اوبننج هنا في الجزء دوت. طيب فهاجي هنا هو من التوب بتاعنا، هقول له ان انا عايز ارسم الاوبننج ديت. فخلينا نروح للكومبوننت موديل ان بليس روف، وهقول له اعمل لي void extrusion، وهبدا ارسم المستطيل بتاعي بالشكل دوت واقول اوكي. وتعالى نشوفها كده من الجنب اهوت. تقريبا هي في الجزئيه ديت، خلينا نشوفها تاني. ممكن نحركها كده شويه. تمام، طيب بعد كده هقول له ان انا عايز اعمل طرح قط الجزء ده مع ده والجزء دوت مع الجزء دوت، فتتعمل معانا بالشكل دوت. تمام، ممكن نحركها لجوه شويه. طيب انا عايز ارسم مثلا زي مثلا حاجه كده للشباك كده. تمام، اللي هي هنا كده. تمام، فهقول له كرييت، واقول له اعمل لي اكستروشن، وهقول له ست، واقول له في الجزئيه ديت. طيب مش الجزئيه ديت، وبعد كده هدخلها انا لجوه. لو قلت له شو هيوريها لي في الجزء دوت، فانا هقول له ان انا عايز ارسم لاين من هنا لهنا لهنا. وبعد كده اقول له اوفست 10 مثلا. تمام، وبعد كده اقول له ارسم لي لاين. لو انت عايز تشوف الحاجه بشكل ادق ممكن تقول له وير فريم، يحس هو متخيل البداية بتاعتها ونهايتها فين.
ممكن اخد بقى الحتة ديت تمام من هنا كده وانزل بيها بالشكل دوت واقول له موافق، واروح واخد بقى الحتة ديت نرجعها شادت. دلوقتي هفتح الاوبننج هنا تمام. هاجي في كرييت واقول له ان انا عايز اعمل void تمام، واقول له set، واقول له ان انا عايز اعمل backup lan لديت، واقول له show وهي ممكن اقول له ان انا عايز اعمل بيك ومع الاوفست مثلا 20 بالشكل دوت. اوكي ايه عملت لي الاوبننج هنا. دلوقتي عايز اعمل برضو الاوبننج هنا، ابدي اطلع شوية كده طيب. عايز اعمل برضو opening هنا، فهقول له create، واقول له برضو void extrusion، واقول له set، واقول له ان انا عايز اعمل make a plan، وادو step اختار ديت، وابدا اختار من هنا مثلا لهنا. فتعملت opening هنا وopening هنا. ولو انت دخلت في في وقلت له الغي الماس هيبدا يظهر لك الحاجه مظبوط. طيب عايزين نحط ازاز هنا زي ما هو موجود في الصورة اللي هي ديت، واقول له كرييت، واقول له اكستروشن، واختار الماتيريال هنا ماس، او ممكن تكتب ماس على طول، قصدي جلاسز تمام اهيت. اوكي ست بيك ابلان. اوكي بالشكل دوت. اوكي ودي برضه هنعملها ازاز، فهقول له كرييت، واقول له اكستروشن، وهقول له ان انا عايز اعمل بيك ابلان، واروح قايل له ان انا عايز اخليها ازاز. بالشكل دوت. طيب بعد كده نيجي بقى على الحته دي، المفروض انها زجاج اهيت. هقول له ان انا عايز اعمل كرييت، واقول له اكستروشن، خلينا نقول له فينيش مود، ونعملها بالشكل الطبيعي بتاعها وول. بيقول لي انها لازم create similar، لازم اكون في البلان عشان يبدا يرسم. طيب خلينا نيجي هنا واقول له wall، وخلينا نعملها curtain wall بالشكل دوت اهو من هنا لهنا. نروح في 3D نبدا نشوف هتتعمل بأي شكل، هي مش الجزء ده كله، لا ده هي اصغر من كده تمام. edit هنقول له align، خليها front بالظبط. طيب لو هي مش عايزه تيجي ممكن نقول له اعمل back وback، واقول له TR من هنا وهنا اهيت، ومن هنا وهنا. اوكي عملت لنا الازاز بالشكل دوت. اوكي اعتقد ان الازاز هنا المفروض ينزل سنة
تمام، بحيث ان هو يبقى ابطأ من ديت، فممكن تقول له انزل سنة، وبمقدار السنة دي هنصغر الحيطة التانية اهي. ممكن بقى تقول له صغر الحيطة دي مثلا بمقدار دوت، ادي بروفايل في حتة تانية واخدة الجزء دوت. تمام، خلينا نعملها. وزي ما قلنا وارد جدا ان اللي احنا في مشكلة في الزجاج، ممكن نقول له روتيت يلف معانا بالشكل دوت اهو. تعال نشوف 3D اهيت. تمام، طيب خلينا نخش هنا في ليفل 2 واقول له ارسم لي وول. مثلا 6 اهو، تعال نشوفها. هو واقف لحد الحيطة ديت. خلينا ننزلها كده وهقول له اتاش مع التوب دوت. بالشكل دوت مفروض في جزء كده يبقى داخل معاه. طيب خلينا اقول له كمل لي من هنا لهنا لهنا. بالشكل دوت طبعا سهل ندخل هنا ونخش ايديت طيب ونغير الماتيريال، اي ماتيريال اللي انت عايزها. تمام، يعني ممكن نختار مثلا ديت ونقول له يوزر اندر. اوكي 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 تمام، ده وول 6. ممكن برضو نفس وول 8 نديها نفس الماتيريال. بالشكل دوت. طيب تعالى نشوف بقية المبنى. لو احنا بصينا كده في زجاج، وبعد كده في طوب طوب، وبعد كده في واجهة ازاز هنا، وفي شباك صغير هنا، وبعد كده في الناحية التانية في الحوض بالشكل دوت. تمام، وفي الباب هنا زجاجي. طيب خلينا نرجع للريفت. ممكن اجي هنا واقول له ان انا عايز الواجهة الزجاج ديت، اخدها من هنا مثلا لهنا، او اعمل واحدة جديدة مش مشكلة. اقول له ريسيت بروفايل لديت، واقول له خلي دي من اول هنا، وخلي اللي فوق اشوفها التاش هتقبل معاها ولا لا. طيب خلاص، يبقى ادي بروفايل الاين. تمام، وده هو ايدي بروفايل. طيب طبعا دي مش كل الازاز، انا فاكر ان هو كان حته صغيره خالص. تمام، بالشكل دوت تقريبا متر.
خلينا نرجع للطابق التاني. أبدأ أقول له إن أنا عايز أرسم وول بالشكل دوت أهي، وأخليها محاذية لديت. خلينا نرجع كده تمام. وبعد كده في دخلة بس في كسرة كده أهي، وأعتقد لازم نسيب مسافة. الشكل دوت تمام. طيب ممكن نرجع شوية. طيب خلينا نشوفها بقى في 3D بالشكل دوت. طبعا كل دول الأفضل إن هم يكونوا اتاشمنت للسقف. اتاشمنت للتوب. طيب خلينا نعملها مانوال ده هنا بيتعمل على الماس. طيب خلينا اجرب ان انا اقول له ده مع ده. عشان الاثنين موجودين مع بعض فهو مش قادر يعمل لهم التاش بشكل صحيح. يبقى انا هقول له ادي بروفايل وهقول له الاين. edit align نرسم احنا اللاين. واقول له ترم من هنا لهنا ومن هنا لهنا، واقول له ايه الغي الخط اللي فوق واقول له موافق بالشكل ده تمام. ده هقول له انزل. طيب هنبدأ بقى نرسم الشبابيك والإزاز والحاجات ديت. انا جينا من ليفل 2. انت عايز ترسم مثلا حاجة إزاز هنا، خليني اخفي دلوقتي ليفل 1 اقول له نان. انت عايز ترسم حاجة إزاز هنا تمام، فبكل بساطة هتيجي تقول له أنا عايز أرسم الكرتين وول أهي من هنا لهنا ومن هنا لهنا. شوفها بقى في 3D عملها بالشكل دوت، بس مضطرين إن احنا ننزلها. ادي البروفايل واقول له ارسم لي اللاين هنا. بالشكل دوت. طبعا تقدر تيجي تزود لو انت حابب، لو انت حاسس ان الاوقع تبقى زيادة بالشكل دوت مفيش مشكلة. برضو ممكن نرسم الشباك بنفس الطريقة او ممكن باي طريقه. يعني احنا الفكره بس ان احنا لو انت عندك ويندوز جاهزه ممكن تاخدها تحطها مثلا هنا وتبدا تغير المقاس بتاعها عشان يبقى مناسب تمام. اعتقد انها مرتفعه كده، واعتقد ان احنا لازم نختار مقاس اصغر بالشكل دوت تمام. هنطلع بقى شويه كده، ممكن نختار 24 في 24 تمام. الفكرة بس ان احنا ناخد افكار لو احنا عايزين نرسم حاجة شفناها في الشارع نبدأ نرسمها ازاي. عندي هنا في باب
واعتقد ان هادي ممكن يكون في باب هنا، تمام. فهاجي هنا اقول له ان انا عايز احط باب دور، ما فيش هنا دور زجاجي، فممكن ادور على دبل جلاسز بالشكل دوت وابدا احطه هنا، تمام. او نحط الباب اللي احنا متعودين عليه، اللي احنا كنا حاطينه من شويه، ان احنا نعمله على هيئه زجاج، وفي هنا شباك زجاجي، تمام. طيب يعني ممكن لو انت حابب الباب ده مفيش مشكله، لو انت حابب ان انت ترسمه بالطريقه اللي هعملها دلوقتي برضه مفيش مشكله. هقول له وول، واقول له ان انا عايز وول اركتشر نوعها خليها كيرتن وول عاديه اهي، وندخل هنا هقول له ان انا عايز الزجاجة ديت، واقول له edit plan، وهقول له انها دي هتبقى بالشكل دوت، اقول له موافق، واقول له اطرح لي ده من ده، قط الحيطه دي من اللي جواها، خلينا نعملها وير فريم عشان نعرف نعمل لها سيلكت. اقول له انا عايز اعمل قط للحيطه مع الوير فريم مع الزجاج اللي جوه. طيب انا عايز بقى اخلي فيه هنا زي باب، هتقول له انا عايز من ارت من عايز اجي هنا من architecture، واقول له كيرتن جريد اهو بالشكل دوت، حسب بقى المقاسات او الشكل اللي انت عايزه. هعمل سيلكت الجزء اللي تحت دوت، واختار ان هو كيرتن دبل اهو بالشكل دوت. طبعا المقاسات محتاجه مراجعه ومحتاجه تظبيط شويه، تمام، عشان تطلع زي في الصوره. المفروض في سلم في الجزء دوت قدام الباب، تمام، وفي فرق في الارتفاعات، فانا هعمل ليفل خاص بالجزئية ديت. فمثلا هاجي هنا في الاست واقول له نزل لي دوت، كريت سيميلر من هنا مثلا، تمام. ده هنقول له مثلا ده جراوند مثلا، بالشكل دوت. هنبدأ نعمل السلم، نقول له انا عايز اعمل الستير من جراوند لليفل 1 اهوت، تمام. ممكن اقول له ان انا عايز اعمل سلم لليفل 2 مؤقتا، تمام، وبعد كده هقول له وهلغي الزياده ديت، بحيث ان انا بطلع خليته يعمل لي الحته دي كده، ممكن بقى تلغي الجزء ده لو انت حابب. نقدر نظبط في السلم زي ما احنا عايزين. ممكن نخفي دوت مؤقتا، خلينا نروح لليفل 1. ممكن اقول له ان انا عايز اعمل الريلينج،
الباص، وبعد كده هبدأ أرسم بقى التكملة بتاعة السلم اهوت زي ما هي موجودة لحد هنا. وبعد كده هرسم ريلينج تاني واقول له بيك نيو هوست، هنشوف اف 3 دي بالشكل دوت. طيب وعايزين نقول له ان احنا عايزين نعمل واحد برضو في الليفل 2 هيمشي على الخط دوت كده ريلينج. نرجع الحاجة اللي هي مخفية بالشكل دوت. طيب الحتة دي ممكن نخليها تكمل لحد هنا. وبالتالي نقدر نكبر في حجم الباب زي ما احنا عايزين، نقدر نضيف له الشكل اللي احنا عايزينه. طيب الحتة دي ممكن نقفلها بقى، ممكن اقول له ان انا عايز ارسم ممكن نرسم اركتكشر ونبدأ نعدل فيها. اي حائط بالشكل دوت. تمام، في حاجة كتير محتاجة للتظبيط بس خلينا نكمل. تمام، طيب دلوقتي عايزين نرسم مثلا الجزئية ديت. تمام، والجزء اللي فوق، وده ممكن نعمله ميرور وبعد كده نبدأ نعدل، يعني نبدأ نعمل الفتحات ديت. اوكي، يبقى انا هاجي هنا في الليفل 1 واقول له ان انا عايز اضيف، ممكن حتى نمسك الارضيه اللي تحت دي نمدها شويه، بيزك فلور نمدها شويه كده. تمام، والجزء اللي فوق برضو هنمد شويه بنفس القيمه. نرجع للصورة، أعتقد محتاجة تتمد شوية كمان.
ممكن نعمل ميرور ونبدأ بقى نرسم الأجزاء اللي موجودة بينهم. كده عملت سيلكت على كل حاجة، أقول له ميرور، بالشكل دوت. الاحظ ان ده الشباك ده مش موجود، بس في فتحة موجود هنا تحت، فممكن نلغي الشباك ده كله بالشكل دوت، ونبدأ نعمل فتحة في الجزئية ديت بالشكل دوت. تمام، لسه هنشوف من الصور اذا كانت دي فعلا هتبقى موجودة هنا ولا نقدر نشيلها. الدوت ممكن نقدر نعمل له اديت ونلغي ده خالص. واجي من الاركتكشر واقول له ان انا عايز اعمل كومبوننت موديل ان بليس روف، اوكي، واقول له ان ده عبارة عن اوبننج. هنرسم مستطيل وبعد كده نشوف بقى المقاس والحجم وكل التفاصيل بتاعته. ممكن نقول له دلوقتي اعمل قط بين الحيطة وبين الفراغ دوت بالشكل دوت. طبعا مش هتبقى في الباب، خلينا نحركها، لسه هنشوف الباب ده في مقاسه او في مكانه صح ولا لا. تمام، تعالى نرجع كده، هتلاقي ان في هنا اوبننج وفي هنا اوبننج. تمام، او يعني واجهة زجاج. فانا ممكن افرغها وبعد كده ابدأ اقول له دي edit in place، اقول له create copy هنا، بس دي هتبقى لتحت كده وكده. اقول له بقى ايه من موديفاي، اعمل لي قط بين الشكل دوت وبين الفراغ دوت. وبعد كده هنرسم بقى كرييت اكستروشن ست بكابلان. خليها في الحتة ديت، اقول له لاين، اوكي، ودي هتبقى الزجاج. جلاسز
بيبقى بشكل دوت. وبرضو الحتة دي برضو معمولة زجاج. طبعا لو معانا المخططات بتاعة الأوتوكاد بتبقى أسهل بكتير، بس احنا بنفترض ان احنا شفنا حاجة فبنرسم حاجة قريبة منها بشيء تيبيكال يعني. اقول له void، واقول له void solution، وانا عايزها في الجزئية ديت. وبعد كده هقول له ان انا عايز اركب زجاج. ممكن اقول له دوت انا عايز ويك لاين، ممكن اقول له انا هركب هنا. طبعا لو انت عايز تركب اي حاجة من حاجات تقدر ترسمها. طيب تعالى نرجع للصورة، بنلاقي فيه هنا حاطط الزجاجي، ونلاقي فيه هنا برضو تكملة للمبنى. طيب اوكي، خليني اروح للريفت، هنرسم حوض زجاجي هنا. اقول له دوت المفروض يكمل لحد فوق بالشكل دوت، ولما نلاقي صورة تانية ادق نقدر نحدد الاجزاء دي هترسم ازاي. اعتقد ان على الاقل هيكون في باب هنا، فتقدر تعمل سيلكت على الجزء دوت وتفك الربط وتقول له خلي ده باب مبدئيا لحد ما نشوف التفاصيل. طيب خلينا نرسم بقى الجزء اللي هنا دوت. خلي الحيطة دي مثلا، ممكن ناخدها كده كوبي. دي ملتزمة بالفيس. طيب ما فيش مشكلة، خلينا نيجي دلوقتي هنا واقول له ان انا عايز ارسم reference plane من النص هنا، واسمي دوت R. تمام. طيب بعد كده هاجي ارسم، اقول له انا عايز ارسم ماس، واقول له امبليس ماس، واقول له اوكي، واقول له ان انا عايز ارسمها في الار بالشكل دوت، واقول له شو. ترسم في الشكل دوت. هي واخده مثلا من الجزئيه دي للجزئيه ديت. يعني نقدر نقول تقريبا لاين. الشكل دوت اعمل سيلكت واقول له كرييت فور. تمام، هو عملها في جهة واحدة. الشكل دوت اقول له موافق،
وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم وول باي فيس، وول وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم روف، روف باي فيس يعملها، وزي ما احنا اتعلمنا نبقى نشيل الجزء دوت. وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم، ممكن نرسم وول وممكن نرسم فيس ونقدر نقطع. خلينا نقول له في ليفل 1 انا عايز ارسم، خلينا نشوف حاجه في 3D، في حاجة غلط هنا في الوول ديت. في هنا ماس بيقول لي في مشكلة في الماس. هي الماس وهي بتتعمل كان فيها مشكلة أصلا النقطة دي، واحنا بنحرك حركنا تقريبا نقطة محركناش الخط كله، فاعمل سيلكت واقول له اعملها لي بالشكل دوت. تمام خلاص كده حليناها فينيش. اجي هنا على الوول واقول له باي فيس، واجي هنا في الروف واقول له باي فيس بالشكل دوت. وبعد كده ممكن نرسم مثل للحتة ديت، والافضل بقى ان احنا نيجي هنا ونقول له احنا عايزين نرسم وول عادية خالص اهي، خليها من هنا لهنا. وبعد كده في 3D هبدأ اعمل سيلكت عليها واقول له ايديت بروفايل، الغي الخطوط دي خالص ونبدأ احنا نرسمها. بالشكل دوت تمام اهي، وهناخدها كوبي من هنا لهنا. فكده عملنا الجزء اللي هو ورا هنا، المفروض ان نركب فيه باب بالشكل دوت. طيب هقول له ان انا عايز اركب دور واقول له لود فاميلي، ابدا اشوف في باب من الشكل ده ولا لا. اعتقد اهوت، بس حجمه كبير، ممكن نحطه مبدئيا وبعد كده نبدا نحدد الحجم بتاعه. لا ممكن حتى من هنا اهو متر مثلا. مترين ده الويتس بتاعه، ده مثلا اقل حاجة يبقى مثلا مترين، وده والمترين برضو بالشكل ده. دلوقتي عايزين نرسم الموقع العام حوالين الشكل دوت، حوالين المبنى دوت. طيب انا ممكن اجي هنا مثلا من ليفل 1 واقول له ان انا عايز اعمل فلور، ده هيبقى الجزء اللي هو فيه زرع. وفي هنا جزء شبه دائري اهوت، فهقول له اعمل لي شبه دائري اهوت. خلي دي مثلا 4000 متر مثلا، ودي خليها مثلا 2500 بالشكل دوت. وبعدين في هنا الحتة ديت، فممكن نرسمها مثلا نقول اوفست متر مثلا، وهنرسم ارك من هنا لهنا. وهقول له ان انا عايز اعمل قطر،
تريم من هنا لهنا من هنا لهنا بالشكل دوت. هنخلي فيه هنا زي طريق اللي هو ماشي كده، ممكن نخليه كله عبارة عن خلينا نقول مثلا هنا بالشكل دوت دائرة وترجع الناحية التانية، يعني في برضه طريق الناحية دي، وده طبعا هيبقى فيه زي مسار دائري حوالين دوت اللي هو ده. خلينا نخلي الخط ده شبه دائري كده عشان ندي شكله ده جميل شوية. والدائري دي طبعا هنعمل لها قطع هنا وهنرسم لاين من هنا لهنا وهنقول مثلا ان في مسار حوالين الشكل دوت، فهقول له هنا مثلا خد ونبدأ بقى نظبط أي حاجة محتاجة تظبيط بالشكل دوت. ألغي الجزء دوت وهعمل قطع هنا وقطع هنا وأقول له اقطع بالشكل دوت. ده طبعا الفلور ده هعمل له دبليكيت وهنسميه جريس. هنظبطها بعد شوية. طيب عايزين نعمل بقى الطريق اللي هو هيبقى فيه الاسفلت، اقول الفلور ونعمل واحد جديد وهقول له ان انا عايز وطبعا مش هناخد المبنى معانا. هقول له الاين بالشكل دوت ولازم نقفل طبعا الشكل. خلينا نشوفها بقى في 3D اهوت. طيب خلينا نروح لدوت ونقول له ايديت ونقول له ايديت ونقول له هنا انا عايزين شكل الجريس. معرفش هتلاقي الماتيريال ولا لا، بس لو ما هيش سهل ان احنا نعملها. طيب ما فيش مشكلة، هقول له اعمل لي ماتيريال جديدة وسميها جريس. وهقول له وشيل في الماتيريال ديت فبتلاقي انواع كتيرة من الشكل بتاعت الجريس. خلينا نختار ديت تظهر معاك بالشكل دوت. فبكده عملنا شغل معقول في المبنى دوت.